إذا نبقى مع متابعتنا لحالة الصراع على مختلف الجبهات مع 9 رقعات القتال بين إسرائيل وإيران منذ اندلاع حرب غزة، لتضم إضافة للقطاع الفلسطيني كل من اليمن ولبنان، لكن غابت سوريا. صحيح، هذا الغياب كشف عنه أو عن بعض أسبابه المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال إن قيادة الجيش السوري أصدرت أوامر للقوات المتمركزة قرب الحدود مع الجولان بمنع استخدام أي من المواقع العسكرية لشن هجمات صاروخية أو حتى القيام بأي تحركات باتجاه الجولان، بالإضافة إلى تحييدها عن أي مواجهات عسكرية محتملة. وبحسب ما نقل المرصد السوري عن مصدر مقرب من مسؤولين عسكريين سوريين، اتخذت دمشق موقف الحياد تجاه حرب غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر العام الماضي، ونأت بنفسها عن سياسة وحدة الساحات التي تقودها إيران، رفضت فتح جبهة الجولان رغم الضغوط الإيرانية. كذلك في سياق متصل، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر حزبية وثيقة الصلة بما يعرف بمحور المقاومة، يتفهم عزوف الجيش السوري عن الالتحاق بجبهات الإسناد لغزة في إطار سعي دمشق للعودة للساحة الدولية. إذن هذا الغياب للجبهة السورية عن المشهد منذ اندلاع حرب غزة لم يعد السؤال الوحيد الذي يشغل بال الكثيرين، بل ماذا لو اندلعت حرب شاملة في وسط الترقب الدولي للرد الإيراني المنتظر؟ ماذا سيكون كذلك موقف سوريا؟ بالفعل يا حنين، هو سؤال طرح على مدى الأشهر والأسابيع الماضية، خاصة بأنه حتى إسرائيل على مدى الأسابيع والفترة الماضية وجهت ضربات في الداخل السوري أو حتى استغلت الأجواء السورية لتوجيه ضربات إلى بعض المناطق، منها حتى إلى إيران. لكن منذ البداية المواجهة الدائرة في المنطقة بين حلفاء ما يسمى بمحور الممانعة أو المقاومة وإسرائيل، غاب النظام السوري عن ساحة المعارك تماما. هذا الغياب لأشهر طرح الكثير من التساؤلات، لكن السؤال الأكبر حاليا هو هل سيستمر النظام السوري بوقوفه على الحياد في حال تدحرجت المواجهة نحو حرب واسعة، أم أنه سيكون جزء من هذه المواجهة؟ مصادر حزبية وثيقة الصلة بمحور الممانعة أكدت لصحيفة الشرق الأوسط تفهم المحور المرتبط بإيران عزوف النظام السوري عن الالتحاق بجبهات الإسناد لغزة على أن يكون جزءا من المواجهة في حال تعرض حزب الله في لبنان لهجوم إسرائيلي أوسع. قصة تدخل النظام السوري أيضا كطرف في معركة الإسناد أو ما يسمى بوحدة الساحات كان موضوع للبحث بين الرئيسين بشار الأسد والرئيس السوري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة الأسد الأخيرة لموسكو بحسب المصادر. النظام السوري يفضل حاليا عدم الالتحاق بالمواجهة الدائرة باعتبار أنها تبقى تحت سقف الاستنزاف على أن يترك له اختيار التوقيت المناسب للدخول في المواجهة وفق مصادر الشرق الأوسط. وإلى أن يتبدل الموقف السوري الرسمي، فإن خصوم الرئيس الأسد ينظرون إلى الحياد السوري من زاوية اهتمام دمشق بإعادة تصويب علاقاتها بالمجتمع الدولي، وصولا إلى اعتمادها رسميا وتمهيدا لالتحاقها مجددا بركب النظام العالمي، ربما برعاية غربية أمريكية هذه المرة.